كورتن كلاود. شوف الحين احنا طبعا بالنسبه لاسئله مثل هيك بجيك سؤال تكامل، يعني خلينا نقول العاده مش يعني الواحد بيعتمد على الحفظ او مش الحفظ، صراحه مثل هاي النوعيه من الاسئله بدك تجرب. يعني انت مثلا ايش مخطر في بالك تسوي او شو واضح ان المضروبات في بعض؟ انا راح اشتغل يا على التعويض، شايف على كيف، يا على الاجزاء. ممكن تصير كسور جزئيه لو عملت تعويضه معينه بعدين تبين مثلا كسور جزئي. هاي يعني هاي اللي بدي افكر. فانا مثلا ايش بخطر في بالي، انا شو خطر في بالي صراحه اسوي هون؟ هنا ممكن مثلا قول يخطر لي. في بالي ضرب مرافق، بس هون احنا ما اخذناش مرافق على الظل، اخذنا واحد ناقص جيب، واحد ناقص جتا، واحد زائد جيب، واحد زائد جتا، ما مرش معانا واحد زائد ظل وواحد ناقص ظل. انا شو خاطر في بالي اعمل؟ هاي محاوله طبعا، لكن تشوف تمشي معاك ولا لا. جيب سين على جتا سين، وهي ترى الطريقه اللي يعني كل الناس بتشتغل عليها، بس مرات بيكون واحد مع الخبرة يعني بصير يختصر الخطوات. لكن أنت مثلا بدك تتدرب لازم تجرب. شو عملت أنا؟ حولت الظل لجيب عجته، وحد هو المقامات. شو بصير بعدين روح عندك هون؟ بصير جتا سين ناقص جيب زائد جيب سين، آسف، على جتا سين، هاي للبسط، على وتحت نفس الشيء راح تكون جتا سين ناقص جيب سين على جتا سين، كله في جتا تربيع سين دال سين. مظبوط هيك؟ مظبوط. الحين انا بقدر اشطب الجتا مع الجتا. اختصارات بسيطة، شو صارت المسألة؟ شو حولت المسألة؟ تحولت لجتا سين زائد جيب سين على جتا سين ناقص ناقص جيب سين في جتا تربيع سين دال سين. شو رأيك نعمل هون؟ حول الجدلة متطابقة. يعني ما هو انا هسه بدي اشرح على المتطابقات، يعني احنا خلينا نفكر فيها. بس اللي مخربط لي الدنيا انا صراحة الجيب، اللي مصعب علي السؤال الجيب. لو انه هذا اقدر احوله بكون اسهل علي. هسه بنسال لحالنا يعني جتا ناقص جيب او جتا زائد جيب ما لهم شيء مثلا متطابقه شيء مرحبا يا جماعة، نعدل عليهن. أهلا أهلا. مرحبا أستاذ، يعطيك العافية. أهلين مرحبتين، أهلا وسهلا. والله شكرا لك. يلا نعيد. إذا هي المسألة أصلا كانت المفروض تكون جتا تربيع 2 سين، صح ولا لا؟ معناته أنا مشيت على نفس المبدأ، أني فسرت شو يعني ظل، وفسرت شو يعني ظل، وحدت مقامات واختصرت، فكانت 2 سين وهي 2 سين. بعدين رحت ضربت في المرافق للمقام، لا مرافق المقام اللي هو جتا سين ناقص جيب سين، رحت ضربت في جتا سين زائد جيب سين في البسط والمقام. فشو تحولت المسألة هون؟ جتا سين زائد جيب سين الكل تربيع على جتا تربيع سين ناقص جيب تربيع سين. بس أنا بعرف إنه جتا 2 سين شو بتساوي؟ بتساوي جتا تربيع سين ناقص جيب تربيع سين. هاي أنا بعرف المعلومة. إذا هاي أنا بقدر أشطبها وأحط شو مكانها؟ جتا 2 سين، صح؟ هنا 2 سين، جتا 2 سين بدون تربيع. يلا وخلص ونحلها. لا ما انحلتش لسه. هاي جتا 2 سين، هسه لما تختصر هاي راح تروح مع التربيع اللي هون. وهون بدك تفكفكها هاي شوي. اللي هي بتصير جتا اللي هي جتا تربيع السين. جتا تربيع السين زائد 2 زائد 2 جيب سين جتا سين زائد جتا زائد زائد جيب تربيع السين، هذا كله مضروب في مين؟ في جتا 2 سين دال سين. هسه جتا تربيع زائد جيب تربيع شو بتصير؟ اللي هي 1 زائد جيب السين. بالضبط، هاي كانها عباره عن بين قوسين 1 زائد جيب 2 سين دال السين في جتا 2 السين، طبعا دال سين. وزع القوس هون، يعني اتوقع هيك صارت سهله، صح؟ بس حلت دال سين، وهون زائد تكامل جيب 2 سين جتا 2 سين دال سين. اذا كملناه هون تطلع جيب 2 سين على 2 زائد، هاي بنقدر نحطها متطابقه اللي هي نص نص جيب 4 سين، صح؟ لانه ضعف الزاويه هون. مزبوط. اذا هون بتصير نص، بتصير سالب، لانه مشتق تكامل الجيب سالب جتا، سالب جتا
4 س على 4 زائد، مظبوط اتوقع هيك بتطلع صح 100%. هيك الحل. بس اكد انك انت ناقل صح، ما تنقلنيش شي غلط نقعد ندوخ وراه. يلا هذا السؤال. شوف انا المسألة مثل هاي يعني اول شيء شكل هوية هيك يعني صعب يتعامل معها، فانا بصراحة بعتبر التعويض، طريقة التعويض التكامل بالتعويض بعتبرها السوبر، هي يعني الطريقة الرئيسية اللي لازم اشتغل عليها بالاول. الان لو غيرت منظر السؤال اتوقع بصير السؤال سهل كثير، يعني بنحل باسهل من هيك صح ولا لا؟ يعني مثلا لو فرضنا هاء والسين صاد، خلينا نجرب هالمحاولة هاي ونشوف شو بيطلع معنا. يعني صاد تساوي هاء والسين، ومنها دال صاد على دال سين شو بتساوي؟ هاء والسين، ومنها دال سين شو بتساوي؟ دال صاد على هاء والسين. بس ما هي هاء والسين شو هي؟ اللي هي صاد. صاد يعني دال صاد على صاد. يلا خلينا نبدل، خلينا نشوف شو بيطلع معنا. بتطلع معنا هنا صاد لوغاريتم للأساس هاء للجذر التكعيبي لي 2 صاد زائد 4، وهون مكان دال سين بدنا نكتب دال صاد على صاد، والمقام شو بده يصير؟ بصير صاد هاء والسين زائد 2، هي في الأصل هاء والسين زائد 2، هي في الأصل هاء والسين ضرب هاء والسين 2 التربيع صح ولا لا؟ مظبوطة. كأنه هاء تربيع صاد. مظبوط مظبوط كلامي؟ مظبوطة. هلا ممكن نختصر الصاد مع الصاد هون، بسطه مقام، والها تربيع ما هي ثابت هاي طلعها برا، صار واحد على ها تربيع العدد النيدير عباره عن مقدار ثابت يعني. مظبوط. فصارت كانها واحد على صاد، منين جبت الواحد على صاد اللي هي هاي؟ في لوغاريتم للاساس ها للجذر التكعيبي لاثنين صاد زائد اربعة دال صاد. حتى لسه قبل ما اكامل او اعمل اي شيء، طب انا بقدر اعملها اس ثلث صح ولا لا؟ يعني هاي بدل ما هي جذر تكعيبي بعملها اس ثلث. طب ليش ما ننزل الثلث تحت؟ بالضبط، وانا هذا اللي بدي اقول لك اياه، انه هاي اس ثلث معناته الثلث بيطلع لبرا وبيطلع برا التكامل بالمره، شو رايك؟ يعني نلغي الثلث من هون ونحطه برا على ثلاث، وعلى ثلاث ما تيجي في المقام، فتحولت المساله لهذه الصوره. اجزاء اجزاء 100% هون. إذن هنا لو فرضنا اللوغاريتم، طبعا دائما في الأجزاء بنعرض اللوغاريتم هو قاف. مظبوط، لأنه ما لأنه أسهل اشتقاقه أو عفوا بيصغر المسألة يعني ماشي نقول أسهل كويس. ودالها أو دال صاد بصير دالها بيساوي واحد صاد دال صاد، ومنها دال قاف بتساوي هي مشتقة هي 2 صاد زائد 4 على 2 اللي هي مشتقة المقام. طبعا هون دال صاد لازم نكتب لأن هي احنا كله بالنسبة لصاد. ها تساوي تكامل هذه هي لوغاريتم لأساس ها مطلق صاد أو مطلق صاد، يعني ما في داعي نكتب مطلق لأن احنا يعني كأننا بنحكي إنه الآن المسألة اللي هي التكامل هون بدي نكتب المسألة نفسها زي ما هي، وين المسألة اللي هي واحد على صاد في لوغاريتم للأساس ها لصاد أو 2 صاد زائد 4 ماشي شو تساوي؟ اللي قاف فيها هاي الخطوة الأولى راح تكون هيك لوغاريتم صاد للأساس ها ضرب لوغاريتم للأساس ها 2 صاد زائد 4 ناقص تكامل هذه صح ولا لا؟ مظبوط. 2 على إذا بدك خذ 2 عامل مشترك إذا بتحب نقدر نختصرها 2 عامل مشترك وتروح مع بعض بتصير 1 على صاد زائد 2 مظبوط؟ في لوغاريتم هذا صاد لوغاريتم صاد للأساس ها دال صاد. أجزاء مرة أخرى ولا؟ أجزاء مرة أخرى. أجزاء مرة أخرى أو إذا بدك تعملها لا بلا لازم أجزاء مرة أخرى، بس خلينا نتطلع على المسألة الأصلية بقارنة مع المسألة الأصلية. لا بس هي مختلفة، لا مختلف ما فيك تطلعها معلش. نرجع للمسألة الأصلية، هي المسألة شو كانت؟ واحد على صاد صح؟ لوغاريتم للأساس ها لما حولناها لو أخذنا اثنين عامل مشترك، لو أخذنا هون جوا اثنين عامل مشترك شو بتصير؟ اللي هي صاد زائد اثنين لوغاريتم صاد
زائد 2 هيك صح؟ اه طيب دال صاد يساوي اللي حسبناه هون، راح يظلوا هذا نفسه. اها انا قاعد اشوف شو العلاقه بين هاي وهاي، يعني اشوف بلكن مثلا اقدر العبها لعبه واحده واخلص المساله على السريع. طيب لو عملنا اجزاء مره ثانيه ايش بصير معانا؟ اذا شو عملنا؟ اخذنا هذا الجزء وشو عملنا له؟ اجزاء مره ثانيه، اعتبرنا اللوغاريتم هي قاف، واعتبرنا اشتقيناها اللي هي واحد على صاد، والدالها اعتبرناها مين؟ واحد على صاد زائد اثنين، طلعت هيك. الان بدنا نكتب المساله من اول، هي واحد على صاد مضبوط؟ لوغاريتم الها في لوغاريتم للاساس ها اثنين في صاد زائد واحد، مش هيك كانت؟ لا صاد زائد اثنين، صاد زائد اثنين، ايوه صاد زائد اثنين، وهنا في اثنين مضروبه باثنين. كويس، دال صاد تساوي لوغاريتم صاد للاساس، انا قاعد بعيد كتابتي كل شيء. في لوغاريتم 2 صاد زائد 4 للاساس ها ناقص، الان بدنا نفتح قوس، رح نضرب قاف في هاي الخطوه الاولى هاي اللي هي لوغاريتم صاد للاساس ها في لوغاريتم صاد زائد 2 للاساس ها ناقص تكامل اللي هو 1 على صاد في لوغاريتم صاد زائد 2 للاساس ها. مظبوط هيك؟ لا مظبوط. دال صاد. طبعا هو لما تضرب ناقص في ناقص راح تجي هون ايش؟ زائد. صح؟ نعيد الكتاب. شوف بس انا بدي العب لعبه جديده شوي، بس ركز معي شو راح اسوي. هاي مش لوغاريتم مقدارين مضروبين في بعض؟ مظبوط. معناته احنا حسب قوانين اللوغاريتمات بتحولوا لايش؟ لضرب. يعني هيك بصير جمع، اسف. لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم صاد زائد 2 للاساس ها. مضبوط كلامي؟ دال صاد، انا بستلم هاي قاعد. فك القوس هون، شو بتصير هاي؟ واحد على صاد. لوغاريتم 2 للاساس ها في واحد على صاد. زائد واحد على صاد. 2 ثابت على فكره. كويس، زائد تكامل واحد على صاد في لوغاريتم صاد زائد 2 للاساس ها دال صاد. هاي ظبطنا الطرف اليمين يعني. الان الطرف اليسار بدناش نرد نعيد كليات وكل كتابته، هاي راح ننزلها وهاي راح ننزلها، صح ولا لا؟ مظبوط. وبعدين بدنا ندخل الناقص على هاي، شو راح تصير؟ ناقص لوغاريتم صاد للاساس ها في لوغاريتم صاد زائد 2 للاساس ها، وهون زائد واحد على صاد تكامل، عفوا واحد على صاد لوغاريتم صاد زائد 2 للاساس ها دال صاد. طبعا صح هيك صارت؟ اه مظبوط. طيب هسه هي تطلع كيف؟ الطرف هذا نفس الطرف هذا، يعني لو نقلناه راح تروح هاي صفر. اه مظبوط. الان شو رجعت المساله؟ لوغاريتم يعني تكامل واحد على صاد دال صاد، هون كان لوغاريتم 2 للاساس ها ثابت. مظبوط. بيساوي كل هاي القصة. بس هيك راح، لحظة شوي، في شيء غلط. هيك راح السؤال. طيب لو جربت من البداية افرض الجذر كامل. اللي حكيناه عشان نراجعه، بلكي سوينا شيء غلط. نعيد مرة ثانية. أول شغلة شو سويتها أنا؟ حولت هاي الأس أسطر. وطلعت الاسطول برا اللوغاريتم وطلعته برا التكامل. وحولت هاء والسين زائد 2 عباره عن هاء والسين ضرب هاء اس 2. هاء اس 2 هذا ثابت. طلعته برا. طلعته برا. فصفت المساله، هاء والسين ضرب هاء تربيع، طلعت الهاء تربيع برا، شطبت الهاء والسين مع هاء والسين. وبعدين مسكت اللي جوا اللي هو صار لوغاريتم للاساس هاء 2 هاء السين زائد 4 هيك كانت، فرحت اخذت 2 عامل مشترك. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. فشو صار عندي؟ هاء السين طبعا هون الاساس هاء زائد 2، بعدين وزعت قلت ما هو اللوغاريتم لما يكون في ضرب بتحول للوغاريتمين، لوغاريتم هاء زائد لوغاريتم هاء السين زائد 2 للاساس هاء. مظبوط كلامي؟ مظبوط. لحد الان اللي عملته انا
فتحولت المسألة كأني أنا بدي أكامل هذا الجزء لحاله، هذا ثابت، تكامل الثابت في سين، قول هذا ثاني ما بدنا إياه، هذا الجزء خلصنا منه. الآن تحولت المسألة إني أكامل هاي بس، يعني خلينا نركز على هذا الجزء بس، كيف بدنا نكامل لوغاريتم بين قوسين ها والسين زائد اثنين؟ يعني هيك صارت المسألة، بدنا نحل هذا السؤال الحين. زائد اثنين، فأعطيني فكرة هون. دالس تفضل لوغاريتم كامل. طب تفرض يعني هون راح تيجي أجزاء، هي أكيد راح أجيبها أجزاء. لوغاريتم هذا راح أفرض إنه قاف اللي هي اللوغاريتم ودالها اللي هي دال سين، بس أنا مش ها والسين ما تخربطني، شو بدي أعمل؟ بدي أفرض إنه صاد تساوي ها والسين، رجعنا لنفس الفكرة اللي بديت فيها. إذا دال صاد على دال سين تساوي ها والسين، ومنها دال سين تساوي دال صاد على ها والسين، صح؟ بس كان هيك دال صاد عصب، صح هيك؟ اه مظبوط 100%. بدل تعال نشوف ايش راح يصير عندنا المساله، او اذا بدك اذا بدكم نعمل ها والسين زائد اثنين كلها صاد برضو بصير. برضو بتكون اسهل واسهل لسه. طيب خلينا نعملها، اذا هاي زائد صفر لما نشتقها بتصير هيك. الان بس نشتقها صاد، مين يقول هون شو بتصير؟ ايون بتضبط، صاد ناقص اثنين راح تكون، صح؟ صاد ناقص اثنين. ليش ناقص؟ ما هو انت بدك تودي هاي لهون عشان بدك هاء والسين لحالها انت. طيب ايوه صح، وصارت هاي لوغاريتم للاساس ها لصاد مضروبه في دال سين اللي هي دال صاد على صاد ناقص اثنين. اتوقع هيك انحلت خلاص. خلاص انحلت هاي، صارت هيك تكامل. احنا بجوز واحنا بنعوض، على فكره الحل الاولاني 100% صح، بس طويل، بس طويل، ولانه طال معانا وبطلنا ننتبه بجوز غلطنا لنا بشيء واحنا بنسوي. فصارت المساله هيك، واحد على صاد ناقص اثنين في لوغاريتم صاد الاساس هذا صاد. اتوقع هاي واضحه جدا، يعني تفرض قاف اللي هي اللوغاريتم ودالها اللي هي واحد على صاد ناقص اثنين وبتكملها. نكملها ولا خلاص؟ هاي واضحة، أتوقع هاي مشهورة المسألة، يعني سؤالها بسيط، يعني في أمثلة زيها كثير. أوكي أوكي. طيب سؤال أستاذ، أسألك سؤال من بعد إذنك. في مسألة موجودة بالكتاب اللي هي جتها للقوة أربعة، يعني جتها للقوة أربعة سين، بس محلولها حلينها للقوة أربعة إيش؟ سين سين. ايش بده؟ تكاملها. هلا هم بده تكاملها، بس ايش كنت هلا انا ايش كيف حليتها؟ حليتها اللي هي جتا تربيع سين ضرب جتا تربيع سين، ماشي. بس لما شفت الفاتن، حل الفاتن حللها بطريقه مختلفه، اللي هو حاطط جتا سين، هو لا حاططها جتا سين تربيع جتا تكعيب. نعم حاططها جتا في جتا تكعيب، لا حاططها جت التربيع سين وبس الكله، يعني بقوس للقوة اثنين، عرفت كيف؟ يعني ايه قصدك؟ جت اثنين وكله اثنين سين، ايوه بالضبط. وبعدين اللي جت اثنين سين عاملها متطابقة، ما في مشكلة. شوف التكامل بس تطلع جواب معي غير، بس طلع الجوابين مختلفين كثير، حتى لو طلع جوابين مختلفين حتى ولو تمام، بس حبيت اتاكد. لا ما في مشكلة، التكامل طبعا بيكون ان هذول متكافئات، نقدر نثبت يعني اذا فاضيين عليهم نثبت انه هذول العناصر. شوف يعني اعطيك مثال سريع، كاملي لي هاي بس عشان هيك بسرعه نعرف انه لو اختلفت الاجابه ما في مشكله، كاملي لي هاي. جاب سين جت سين، احنا بنقدر نعملها متطابقه، يلا اللي هو نص جاب اثنين سين، نص جاب اثنين سين، جاب اثنين سين. النص بنطلعها برا، النص بنطلعها برا، وجاب اثنين سين بنخليها تصير برضه نص ناقص نص جتا اثنين سين على اثنين زائد جيم، مظبوط؟ يعني صار كأنها سالب جتا اثنين سين على أربعة. مظبوط صح، خليها ببالك هاي، خليها ببالك. طب أنا بقدرش أحل هاي المسألة، بقدرش أحل هاي المسألة على شو اسمه، على التعويض.
يعني طبعا. افرض انه صاد، افرض انه صاد هي جيب سين، شو رايك؟ بتروح او مظبوط. صاد جتا سين، انا بدي افرض صاد جتا سين، لا بلا خلي صاد جيب سين، خليها جيب سين. اذا دال صاد على دال سين بساوي جتا سين، ومنها دال سين شو بتساوي؟ دال صاد على على جتا سين، كاملين لي اياها، راح تصير صاد والجتا راح تشطب مع الجتا، مظبوط دال صاد بالتكامل صح. بتصير صاد تربيع اثنين زائد جيم، رجعي صاد لاصلها. سالب جيب سي تربيع ليش؟ على اثنين. صاد احنا حطينا لها جيب تربيع، جيب. طب تمام هاي طلع غيرها. والله. وكثير اسئله كمان، وانا بحل باسئله لا التمارين لا ومسائل هذا شيء طبيعي، هذا فاجوهم ترجع مختلف. الى فيديوهاتي القديمه كلياتها، تعال السنه الماضيه قلت انه نتيجه التكامل اذا طلعت مختلفه متى بيطلعوا زي بعض بالضبط؟ النتائج ماشي. النهائيه اذا تكامل محدود. دكتور كمان ايه حضرتك، تفضل تفضل. بس كنت بدي اسال انه حضرتك دكتور وين حاطط فيديوهاتك؟ وين موجوده؟ موجوده على اليوتيوب، وفي عندي موقع جد. الخاص. انت مو مسجله معي بالموقع؟ لا والله، بس انا محمد حكى لي قد حضرتك هيك دكتور شاطر طب وهيك، فقال لي انه ابعثي لي اسمك واسم العيله، حاضر. بعدين على بتفوت بتلاقي الماده مرتبه كلياتها، منشوره والله نشر كامل. شكرا، الله يجزيك الخير، جد شكرا، الله يسعدك استاذ. اهلا وسهلا. طيب استاذ، ممكن اسالك كمان عن شغله بالكتاب؟ بدي اعطيك اياه للتكامل، ممكن؟ احكي. جت 2 سين جتا 2 سين، وفي جيب سين ناقص جتا سين الكل القوة 8. جيب سين، جيب سين ناقص جتا سين بس بين قوسين هم ايوه الكل ايه؟ كلهم إلا قوة القوة 8. 8، أيوه بدك مظبوط تكمليها دال سين. مظبوط صح. كيف نكملها؟ ما يلا نفتح لها. يلا محمد. اول شيء بحول اللي هي جتا الاثنين سين، بحولها جتا تربيع سين ناقص جتا تربيع السين. يعني هاي بدك تعملها ايش؟ متطابقة. مطابقة. متطابقة هي جتا تربيع السين ناقص جيب تربيع سين تربيع السين، وهاي شو بتعملها؟ جيب وه... سين ناقص جتا سين كل أس هذا 8 جتا سين. دال سين. بس دع أحكي لك معلومة، أحكي لك معلومة. جيب سين ناقص جتا سين أس 8 هي نفسها جتا سين ناقص جيب سين أس 8. مين يقول لي ليش؟ الزوجي. قال أنه زوجي. لما يكون الأس زوجة لو بدلت الحدود غيرت الإشارة يعني عكستها ما بتفرق، فأنا بدي أكتبها هون إيش؟ جتا ناقص جيب لغاية في نفسي لما يكون عشان تصير متناصرة لما مع يكون هاي. تمام ماشي، أنت لو حللتي هاي فرق بين مربعين شو رح بتطلع عندك؟ تصير جتا سين جت ناقص تأثير جيب سين، ناقص أو خلي لا زائد بالأول وخلي الناقص يجي بالثاني. بس صحيح. استاذ، لو هي كانت جت س ناقص جاب س لكل القوة 2 رح تختلف متطابقتها صح، او رح تختلف؟ بترك السؤال كله تمام. طب ليش التكامل، احنا ما حطيناها؟ التكامل بس وعر مش سهل، يعني اني اقعد العب في السؤال اقول والله بدي اغير شغله صغيره بجوز ما ينحلش السؤال كله. مظبوط. بس انا اول مره صراحه بشوف انه جت 2 س بنقدر نحطها جت س تربيع وجاب س تربيع لا لحال لا كل هاي واحد لازم لحال. تعرفيها متطابقه هاي. بس بفرض قصدي كلها بتكون للقوة 2، يعني انا قصدي انه جت س ناقص جاب س لكل القوة 2 هيك. هلا شو عملنا هيك احنا؟ صار كلها قوه 9. ضفت ال هاي ما هي اس واحد والاساس نفسه بجمع الاسس. تمام ماشي. هلا افرض صاد اللي هو تحت الاس هاي اللي هي س ناقص جيم س، افرضيها صاد دال صاد على دال س اشتقها تطلع سالب جيم س زائد جتا س ناقص، عفوا ناقص جتا س، اسف مشتقة الجتا سالب جيم ومشتقة الجيم جتا، بطلع سالب خذ عنه. السالب عامل مشترك شو بيطلع عندك هون؟ جيب سين زائد جتا سين. طبعا دال سين شو بتساوي؟ دال صاد على سالب جيب سين زائد جتا سين. جتا سين. بدل هناك شو بصير عندك؟ بصير عندك هون جتا سين زائد جيب سين في صاد اس 9 في دال نحل صاد. دال سين شو بدنا نحط؟ دال دال صاد على صاد. والسالب طلعه برا جيب سين زائد جت سين. جتا ايه سين. والله. هاي اختصرت مع هاي
صارت سالب تكامل صاد أس 9 دال صاد، يعني سالب صاد أس 10 على 10 زائد جيم، رجع صاد لأصلها بس. شنو فرضنا؟ اللي جتها ناقص جيب سين، اللي جتها سين ناقص جيب سين الكل أس 10 على 10 زائد جيم، لكن حلت كامل. حلو السؤال، سؤال هذا من الكتاب هذا؟ اه استاذ، سؤال كتاب، سؤال باسئله التكامل بالتعويض. مهم هذا، يعني هذا سؤال حلو. خلينا نرجع لهذا السؤال اللي اعطاني بدي اياه احكي محمد. لك في اشياء جد ما كنت بعرفها قبل، فشكرا كثير. يعني هلا انت رحت شغلات انه بنقدر نحطها تربيه، وحتى انه ارجع الى الفيديوهات اللي انا مسويها. ان شاء الله ان شاء خلين الله. يعني تقريبا كثير اسئله توجيهيه، كثير اسئله فيها افكار اوراق عمل لكن مميزه، وبرضه مش جد برضه مش معقد، لانه انا بصراحه التكامل بخاف منه انه يجي السؤال يعني مثلا واحد حاطه هيك يعني مستواه تحدي يعني عالي مستوى، يعني ما بيضيعك، ما بيخليك تحل السؤال صح. الله يسعدك، شكرا يا استاذ. اهلا وسهلا. خلينا نرجع لهذا السؤال، خلينا نشوف كيف بدنا نحله. ايش بدك تسوي هون؟ شوف انا اول ما بخطر في بالي اني بحول الظل لجيم على جتا. صح، احلى شيء هون، ليش؟ لانه انا بدي اتحكم في اللوغاريتم هون، يعني احاول اطبق قوانين اللوغاريتمات. اللوغاريتم هذا جاب سين على جتا سين، على جتا سين، وجاب الكل اثنين جاب سين جتا سين، هاي متطابقه تبعتها. هسه بقول لك ليش بجوز احتاجها، مش عارف احتاجها ولا لا، بس انا بدي ابديها خليها. بحول اللوغاريتم لطرح، اللوغاريتم لطرح صح ولا لا؟ مظبوط. بصير لوغاريتم جيب سين الاساس ها ناقص لوغاريتم الاساس ها لجتا سين على 2 جيب سين جتا سين دال سين. شو استفدت هيك؟ ولا بقدر هلا. لا بقدرش. لو فصلتهم، يعني لو اخذت هاي هيك لحال وفصلت هاي لحال، لو حليت واحده بحل الثاني. طيب لو فصلت في بالي اسوي اجزاء، بس هون ايش تطلع معقد. طب استاذ لو حطها انا متطابقه لا والله صح جايب 2 سين. نعيدها مره ثانيه. ايش حكينا؟ حكينا نفرض انه صاد تساوي لوغاريتم لظل سين للاساس، نشتق الطرفين دال صاد على دال سين شو بيساوي؟ نحط هون اللي هو المقام اللي قدام اللوغاريتم ومشتقته فوق قاطع تربيع سين. الان اضرب تبادلي عشان نخلي دال سين طرف الموضوع القانون، بصير ظل سين دال صاد على قاطع تربيع سين تساوي دال سين. كويس. انا ليش انا تجاهلتها قلت لك انسى، لاني يعني مش شايف ان هذول راح اقدر ابدلهم، عشان هيك استثنيتهم. يلا الان راح يصير عندك تكامل محل اللوغاريتم ظل، راح نحط صاد على جيب 2 سين اللي هي 2 جيب سين جتا سين ضرب. هسه بدنا نبسط اللي هي ظل على قاطع تربيع، الظل هو عباره عن جيب سين على جتا سين تقسيم القاطع تربيع اللي هي 1 على جتا تربيع. احنا في الرياضات بنعرف انه القسمه شو بتتحول؟ لا الضربه بالمقلوب، هيك راح تصير. انا قاعد ببسط بهاي، هسه التربيع راح يشطب مع التربيع. كويس. فصفت هون عباره عن ايش صارت؟ صارت جيب سين في جتا سين في دال صاد، واضح انه هذول راح يشطبوا مع هذول، اذا صارت كانها نص تكامل صاد دال صاد، اذا هي عباره عن نص صاد تربيع على 2 زائد جيم رجع صاد اصلا انتهى. حلو هذا السؤال. سؤال عن الموضوع صح؟ معطيك هو انه ميم نون زائد نون با، ميم نون زائد نون با، ميم نون زائد نون با، يعني المسافه هاي زائد هاي وهي عمودي، شو بتساوي؟ الباء بقره بس. الباء بقره، اما قلت لك باء بقره قلت لي لا. هسا انا اللي بعرفه، اللي بعرفه عن القطع المكافئ انه المسافه هاي جيم صح؟ بتساوي البعد عن الدليل، بتساوي البعد عن الدليل برضه هاي جيم. طيب ايش كمان بعرف؟ بعرف اذا النقطه تقع على المنحنى
بعده عن البقرة بيساوي بعده عن الدليل. المسافة بين النون والميم البقرة، المسافة هاي زائد المسافة أو هاي عفوا تساوي هاي، مظبوط. ولا ميم نون زائد نون با، ميم نون زائد نون با بتساوي ثلاث، هاي زائد هاي بتساوي ثلاث. شيخ حكى لي طيب ميم طيب نون. ايش بنستفيد؟ لحظه شوي، احنا حتشوف حد. اه يلا عيد مظبوط. هسه شو بدنا نفرض؟ بدنا نفرض انه المسافه ميم نون قديش؟ عين عين. وبنعرف انه ميم نون زائد ميم باء ثلاث، اذا بتكون ثلاث. نون نون باء قديش قيمتها؟ نون باء قديش طولها بده يكون عفوا؟ ثلاث ناقص عين، على اساس انه هاي عين. لكن احنا بنعرف من تعريف القطع المكافئ انه النقطة اللي بتكون واقعة على المنحنى بتكون المسافة بينها وبين البؤرة بتساوي المسافة بينها وبين الدليل. معناته نون مثلا هاي لام، خلينا نحكي نون لام قديش راح يكون طولها؟ ثلاثة ناقص عين. لكن المسافة هلا صارت هاي كلياتها المسافة من هون لهون اللي هي من البؤرة للدليل 2 جيم. إذا 2 جيم شو تساوي؟ 3. عين. ومنها جيم تساوي 3 على 2. ثلاثة اثنين. خلص خلص السؤال. إذا المعادلة شو راح تكون؟ نكتب المعادلة القياسية اللي مثل هاي الحالة رأسها صفر صفر، هون راح يكون التربيع لمين؟ لصاد. التربيع للصاد. إذا صاد تربيع تساوي 4 جيم في سين في سين، مش هيك هي؟ المعادلة بصورتها العامة هيك راح تكون. الحين الرأس صفر صفر راح يظلين هذول زي ما هني، بس نعوض جيم مكانها. إذا هي صوت صاد تربيع أربعة بتساوي ثلاثة على اثنين سين، إذا صاد تربيع تساوي اختصر 6 سين 100%. هذا سهل السؤال. ممكن أسألك سؤال جابوا لنا إياه بالامتحان الوزاري، بس عن التكامل. نعم بس نخلص هذا السؤال عشان طبعا. محمد يكون أسئلته كلها خلصت. هذا أنا طبعا. متذكر، هذا متذكر إني حليته. هذا مربع، بس حكيت لي إنه هذا مربع طول ضلعه 4، فلو وصلنا هيك إحنا إذا هذا راح يكون 2 وهي 2، ولو مظبوط. وصلنا هيك اثنين. تكون هاي 2 وهاي 2. احنا شو المطلوب؟ مطلوب معادلة الدائرة ومركزها حكى لي انه نقطة الأصل، مش هيك حكى لي هو؟ مظبوط مظبوط. نقطة الأصل معناته انت راح تكون معادلتك هيك، س ناقص صفر لكل تربيع زائد ص ناقص صفر لكل تربيع يساوي ر تربيع. إذا لو مظبوط. تعرف نصف القطر بتكون خلصت السؤال. مظبوط تمام. كلامي؟ خلينا نحط المركز هون بس هيك نبعده شوية يعني صاير عشان يصير منطقي شوي. لو وصلنا هيك شو بكون هذا؟ بده يكون هذا نصف القطر اللي هو لا نقاط مش راس. نصف القطر، لا نصف القطر بده يكون هيك، اه مظبوط. عفوا. لأنه هذا طلع برا الدائرة بطل نصف القطر، هيك نصف القطر صح؟ اه إذا مظبوط. هذول هم أنصاف الأقطاب. طب وهذا مربع، احنا بنعرف انه هذا 2 نفس الوقت نصف القطر راح يكون طول هاي. لا لا نفس طول هاي. بس احنا بنعرف انه هاي كلها 4، مش هذا مماس؟ في شيء مش مضبوط الكلام. يلا هات نشوف. معتمدا على الشكل المجاور، طلع كيف محمد بدأ قال معتمدا على الشكل المجاور، معناته الشكل مهم، يعني لا تعتمد على انت فهمك. كويس. دائره مركزها نقطه الاصل، اذا مركزها صفر صفر، حلو. والمربع اللي باجين طول ضلعه 4، طول ضلعه 4، اذا هاي 2 وهاي 2 بس هيك نصف قطر. كويس. بس هاي المسافه انا ما بعرفها، لكن هاي المسافة بالتأكيد نصف قطر. شو رأيك؟ مظبوط. ليش؟ لأن عمودي على المماس. طيب براءة هاي.
وهاي راح تكون هي نصف القطر، لو عرفناها خلص بنخلص السؤال. الضلع بعد جيم ماجد معادلة الدائرة. معناته لو جبت هاي المسافة بخلص السؤال. طيب المسافة اللي هي تحت الخط اللي رسمته في البداية اللي هي كمان بتكون اثنين صح؟ هاي اثنين. بس هاي ما طيب بعرفها. وهاي ما بعرفها. صح؟ صح. اه طب معادلة الدائرة من هذا الموديل شو بتكون؟ اللي هو س تربيع زائد ص تربيع تساوي نصف القطر تربيع. استاذ احنا ممكن نفرضها راء مثلا. راء ما هو نصف القطر يعني نون قاف، ولا لازم نغيرها راء، هاي نون قاف وهاي نون قاف. طب دكتور صح، المسافة من ألف إلى باء اللي هي بتساوي 4. المسافة من ألف إلى باء 4. نعم صح. طيب وبشيل طيب نصف القطر، فبظل عندي المسافة الصغيرة اللي فوق. لحظة شوي، هاي كلها 4 من هون لهون 4 بشيل نصف القطر محل ما حددت أنت. اللي هو نصف القطر اللي هي المسافة من هون لهون، هاي يعني نصف القطر. إذن أربعة هاي ناقص الصغيرة هون بالضبط، هاي الصغيرة هون سمي هاي مثلا هاء، يعني ألف هاء قديش طولها؟ أربعة ناقص نون قاف. 4 ناقص نون قاف. طبق فيثاغورس يلا بصير 2 تربيع زائد 4 ناقص نون قاف الكل تربيع بيساوي نون قاف تربيع. مظبوط هيك؟ طيب احنا بدنا 4 نون قاف زائد تربيع. 16 إذن 4 زائد 16 16 ناقص 8 نون قاف زائد زائد نون نون قاف قاف. تربيع يساوي نون قاف تربيع. اختصر النون قاف تربيع عن نون قاف تربيع، 20 يساوي 8 نون قاف، إذا نون قاف يساوي 20 على 8، اختصر على 4 خمسة يكون 5 عشر على 8، يعني نون قاف بيساوي 2 على 2 ونص. مظبوط هيك؟ قسمت على 4، 5 على 4 2 بيطلع 2 ونص. إذا نصف القطر بيكون 2 ونص. خلص نحل السؤال. نحل السؤال. شايف هون بدون رسم، شايف يعني هون ما حليناها على المعادلات مباشرة، يعني لو انت لو اعطيني السؤال بدون رسم ما بحله، لازم تعطيني الرسم معاه، لانه بدون رسم ما له معنى السؤال ترى. ملاك إذا بدك تسألي اسألي. تفضلي. والله استاذ انا بس كنت اسالك سؤال عن وزاري. هو كان السؤال الثاني، جد قيمة ومعطينا تكامل محدود من صفر لباي على 4. تكامل من صفر لباي على 4 جتا سين جتا سين ب2 ناقص 2 جتا 2 سين، مرة ثانية في بين قوسين 2 ناقص 2 جتا 2 سين، 2 2 ناقص 2 جتا 2 سين ناقص 2 هيك هو كان الاثنين قبل او 2 نفس برا الاشي؟ القوس يعني؟ لا لا ليبان لا عارف. هو لا بس هي مرفوعة لقوة لحظة شوي 4. لحظة عيد تمام. جتا هلا في قوس افتح قوس 2 ايوه 2 2 ناقص 2 ناقص 2 جتا 2 سين جتا 2 سين وكله للقوة 4 القوة 4 دال سين. شيك السؤال. سين. صح. طيب كيف ايش الحل؟ بتعملي فيه؟ انت اعطيني شو بدك تسوي فيه؟ اول شيء انسى انه تكامل محدود. هلا انا لو شفته هيك يمكن احول الجتا 2 سين اللي جوا لايش؟ لا متطابقة، يمكن هي أقرب إشي ممكن تكون 1 ناقص. ليش ما خطر في بالك تاخذ اثنين عامل مشترك مثلا؟ اثنين وبسوي اربعة اثنين. بطلعها برا الأس، برا القوس عفوا. فبصير المسألة هيك صفر، مو عشان أنت عشان شوفي المتطابقات بتوهن. يعني أنا هاي كثير. ثلاث متطابقة جت اثنين سين، يعني بتوه كثير. صح إذا أنا فعلا. بحط اثنين عامل مشترك، واحد ناقص جت اثنين سين. ماشي؟ وهون راح يصير هاي نعم. كلها قوة أربعة، القوة وهي 4 قوة أربعة يعني صارت 16. خلاص حولها. يا الله يا على فكرة صارت بالامتحان 16. طلعيها برا. انا وهون دال خلاص سين. غير السؤال، الواحد. سهل كثير السؤال. صح، الواحد ناقص. يا الله هاي بالامتحان جد لخمتني وقعدت افرضها يعني بس فكرته انه نطلع عامل مشترك. هون صار يعني صار مبين اني انا بدي افرض ايش هي الجتا 2 احول سين هاي استخدمها. اللي هي تصير عجبت 2 من جتا واحد معاها. اثنين جتا تربيع سين ناقص 1. بالضبط وخلص صح انتهى السؤال.
صح، ما خطرت لي بالامتحان ابدا، وظلت خامت في الامتحان. تمام استاذ، شكرا، هي الله بتعتمد على يسعدك. المحاولة صراحة، هاي كلها بتعتمد على المحاولة. هي فكرتها كان لو طلعت عامل مشترك كان كتير سهلت، يعني بس سهلت يعني قدامي. انت، انا اقول لك طريقة التفكير كيف، ليش انا شو خطر في بالي اخذ عامل مشترك؟ لان انا هيك الجت اثنين سين الى عدة متطابقات راح تضيعني، فانا صح. بروح ادور مين المتطابقة الانسب استخدمها. ولا واحدة فمثلا بصراحة عامل واضحة. مشترك لما يكون في واحد سهل اتعامل معاه. صح، بس اثنين ابدا مستحيل. طيب استاذ، ممكن بس اسالك اخر شغله لو سمحت؟ بعرف لا انه تفضل. أذن المغرب، بس بما انه انت موجود يعني نستغلك. بس كان في سؤال تحتيه اللي هو اذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقه صاد عند النقطه سين صاد يساوي ميل ايوه المماس 1 زائد لوغاريتم س زائد لوغاريتم سين للاساس ها. ايوه على ه زائد س على على ه ها زائد زائد س سين هيك زي ما انا بكتب. صح. لوغاريتم ه لوغاريتم الأساس ه س، لوغاريتم س. ايوه ومعطينا النقطة جد جد قاعدة العلاقة ص بده هيك ص، بيعمل ومعطي انه هي كانه قاف فتحه، ميل المماس يعني كانه قاف فتحه د ص على د س، يعني صح بالضبط. بنحط د ص على س، بس بعدين هاي معطينا انه يمر بالنقطة. بتخليها قاف فتحه وكامل الطرفين، لانه هنا ما في عندك شيء تفصل المتغيرات، يعني الطرف انا اليسار كله عباره عن سينات. بس هون هاي اللي هلا بالي ما عرفت اكملها، اللي هي 1 زائد لوغاريتم س كان على هيك ه يعني كان السؤال صار هيك، تكامل واحد زائد لوغاريتم سين للاساس ها على على ه زائد س زائد لوغاريتم. سين طبعا لوغاريتم سين للاساس ها. هو معطينا كمان نقطة استاذ، بس مش هسأل ماشي مستحيل. النقطة هاي بعدين عشان الثابت، تمام عشان ماشي. اطلع الثابت، مش شايف فكرة السؤال، يعني الجيم. عشان طب اطلع هلا شو الثابت بعمل؟ ناشيها. لو فرضنا على طول صاد يساوي اللوغاريتم دال صاد على دال سين شو بتساوي؟ واحد على سين، ومنها سين دال صاد شو بيساوي؟ دال سين. سين. طيب لو بدي احول السين، لو بدي احول السين بقدر احولها اذا حبيت. كيف؟ كيف؟ السين شو بتساوي؟ بتساوي ا وصاد. صاد. ماشي. هاي صح. لو جيت صاد. وانا عملتها بصير واحد زائد صاد على ها زائد سين في صاد في، او شيء خلينا بلاش نحول، في سين دال صاد هيك. بس هيك ما راح تشطب السين مع السين، فبحولها لها قوة فبحولها صاد. لها الصاد. انا هيك هيك جايب بالي اسوي، بس هي يعني الخاطر في بالي يعني ها الصاد وهنا ها الصاد. طب وبعدين صارت برضو لسه مش سهله. دكتور انا افكر اني هذه افضل في صح هاي ها مش ها الصاد اوان هاي ها. هاء هاء لا مو للقصاد، هاء بس هي هيك من نفس السنه نفس الامتحان. لا على وقتنا احنا الصيفية. صفية دكتور افرض المقام كامل. نعم افرض افرض المقام المقام كامل بصير البسط مشتقة المقام. جرب. لا بس خلينا نجرب، نفرض المقام كله صاد، والله هاي منطقية ترى لانه هاي ثابت، مشتقة الثابت صفر. لو فرضنا المقام صاد شو اي والله بتساوي؟ صح. هنا ها زائد سين لوغاريتم سين للاساس ها، دال صاد على دال سين شو بيطلع عندنا؟ هاي صفر زائد الاول في مشتقة الثاني زائد مشتقة الاول في الثاني هيك. زائد لوغاريتم ها راح تشطب معها راح تصير واحد زائد لوغاريتم سين للاساس ها، بس مشتقة المقام خلاص انتهت، صار لوغاريتم ايوه مطلق المقام، انتهى السؤال. جد يا الله. خلصنا استاذ، شكرا، الله يسعدك، غلبتك كثير. حياكم الله. انتم متى امتحانكم بالضبط؟ ب7/1 ان شاء الله. يعني انا معاكم، انا ممكن يعني الاسابيع الجاي اكون يعني وضعي افضل يعني. ان شاء الله. أنا مبدئيا ان شاء الله. مبدئيا خلينا اكون ثلاثاء على الساعه هاي، ثلاث الساعه ثلاث بنعرف الحصه. طيب ماشي، كثير منيح ان شاء الله. الله يسعدك، الله يجزيك ألف خير، شكرا، الله يجزيك الخير يا أستاذ، شكرا جزيلا لك، الله يسعدك يا رب. يا الله يعطيك يا العافية. دكتور يعطيك العافية.